اي جايز كيفكم؟ بعرف انه صار لي اسبوع مشغول بصنع التاريخ، كنت بكتب تاريخ جديد ماشي، بس ما اظن يعني اليوتيوب تغير خلال هذا الاسبوع، ما اظن حيكون في شغلات اغبى يعني صح؟ ملخصات مباريات نفس الشيء. كل ما احاول انسى كل ما احاول انسى بطلع بوجهي خلطات رمضانيه. معقول اللي شايفه صح؟ صرت رجل ليوم كامل. بحس انس لازم يعمل فيديو زي هيك عشان يجرب الشعور. اليوم هحول نفسي لرجل شاب اجاي ليوم كامل. تعرفوا اللي بحبه بافكار سكينة انه دائما هي بتكون اول حدا بعمل الفكره، يعني بتطلع بافكار اوريجينال جد ما حد بكون عاملها قبل، ومعظم الاحيان ما بكون حدا عاملها عشانها فكره جد غبيه. الهدف نقارن بين حياه الشباب، تحدياتها، صعوباتها، مميزاتها حياة البنات. أول خطوة لازم أعملها إيش تتوقع أول خطوة للرجولة بتكون؟ بحس أول خطوة بتكون إنه تدق مسمار بالحيط، تزرع شجرة، تبني بناية لحالك، تتحدى شخص يصارعك. أول خطوة لازم أعملها الميك اب. يو سكينة، أظن أنت فاهمة الرجولة غلط. أول خطوة تصير رجل مو تحط ميك اب، ما في أي جزء من حياتها في ميك اب بالمرة، حتى لما يكون في ايفنت مهم عرس أشياء ما بنحط ميك اب، تخيلي. يا رب ما يطلع شكلها أزلم مني، يا رب ما يطلع شكلها أزلم مني. يا رب ما يطلع شكلها أزلم مني. يا رب ما يطلع شكلها أزلم مني، يا رب ما يطلع شكلها أزلم مني. شكلي يا جماعة شب ولا مش شب؟ الله يا الله، يعني بنت عملت حالها زلمة طلع شكلها رجولي اكتر مني. بس ضايل 11 دقيقة بالفيديو، فخلينا نشوف شو راح تعمل. كتير عندي فضول، كتير بدي اعرف شو راح تعمل. طيب وين تحملوا اغراضكم يا شباب؟ محتاجة شنطة. جيبة. هاي برو، انا عباس، البعض بيناديني شيخ الشباب. كل يوم بركب السيارة هيك، اول اشي بعمل اول ما اركب السيارة يا معكم عباس ملك الأننا يا بيبي يا ولكو. كتير شكلها زلمة، كتير شكلها زلمة. الموضوع مش مريح، الموضوع مش مريح أبدا. الصوت لازم أركز على الصوت، مستحيل ما حد حيصدقني. شوفتك يعني أنا دائما لما أحاول أعمل حالي زلمة بدخن صوت هيك بعمل كيف حالكم. شباب بعرف انه كلنا عشنا هاي اللحظة بحياتنا، بتعرف هيك لما كنت عمرك هيك 10 سنين هيك بدك تبين زلمة، بالنسبة لك الرجولة انك تلبس نظارة شمسية وتحكي تلفون، فسكينة عندها هاي النظرة للرجولة انه يا دائما بحكي تلفون عشان الزلمة. ما بعرف لو ممكن خطرت لك هاي الشغلة، بس ممكن بتطلع عليك عشانك تتصرف بطريقة غريبة، بتحسوها كائن فضائي عم بحاول يمثل انه انسان. يعني احنا الشباب لما نمرق من جنب بعض ما بنعمل لبعض هيك، انت شاب زيي وانا شاب لازم اعمل لك هيك عشان احنا شباب. ما حدا بيعمل هيك، شباب ما بيعملوا هيك مان. في شيء مريض هلا خطر لي، يعني لو شاب يعمل فيديو انه صار بنت ليوم كامل كان اهتز الكوكب، كان كل الدنيا هجمت وابصر شو. بس لما بنت تعمل على شاب عادي زي لما شيرو بيوتي لبس فيزون مثلا، بس هي ضعيفه كثير يا حرام بسطيلي. ليش شيرو بيوتي ممنوع يلبس فيزون بس سكين عادي تعمل حالها زلمه مع انه الفيزون كان كثير حلو عليه؟ لا حلو بس حلو. طب شيرو، مشاعر شيرو كتير بحب يلبس فيزونات، ليش احنا عم نمنعه يلبس فيزونات بس عم نخلي سكينة تصير زلمة؟ عم بحكي جد هون اوكي، ما عم بمزح. يعني حق شيرو بلبس الفيزونات وين؟ تتصرف كأنها مخلوق فضائي، ما بتتصرف كأنها رجل. يعني انت لو بتشتغل بمطعم وتيجي تاخذ الحساب من حد تلاقيه قاعد هيك. بتكوني شاب وقفي في نص الطريق نص الشارع بكل حرية. لما تقارن حياة الشاب بالمرأة بالوطن العربي جد في اختلاف، في اختلاف في مستوى الراحة اللي بتمشي فيها بالشارع، بس كان ممكن تثبتيها بطرق تانية، تجربة اجتماعية مش تتحول إلى شاب. صعب جدا انك تكون شاب. لحيتها زي احمد اخوي صح، لحيتها زي احمد. اه انتبهت انه هاي بنت طيب ولا لا؟ اه
اوكي خلاص ماشي. هي ممكن طلعت على احمد وقررت تصير زلمه زيه عشان هيك رجليها ما عليها شعر كمان. جاءت اللحظه المنتظره، احتجت ادخل للحمام. هذا اللي عم بستنى فيه، بدي اعرف بتفوتي وين. كمان مرة نجرب نعكس السيناريو ماشي. تخيلوا الفيديو، شاب متحول لبنت وفات على حمام النساء، هو فاتح كاميرا، بس أنا بدي إياكم تتخيلوا معي. بس عادي، بنت تحولت لزلمة بتفوت بتصور جوا حماماتهم. وأنا داخل الحمام سمعت صوت شباب بيتكلموا برا، فخفت أطلع. شوفوا اللي بحبه بسكينة إنه بحسها هيك طول حياتها عايشة بفقاعة كانت، وهلأ جديدة عم تكتشف العالم. يعني مين كان يتوقع إنه لما تفوت جوا حمام شباب حيدخل شباب كمان، عشانه حمام عام يعني. والمشكلة تستغرب، تلاقوها كثير مستغرب من الموضوع، كنت بالحمام وفات شباب جوا الحمام. جيبي مو داشتري اخطاء مساعدة وكذا. حسيت احساس صعب. كيف حسيت احساس صعب؟ احنا شفناك قبل المحل ولا اشي. طلع طلع طلع. جيبي مو داشتري اخطاء مساعدة وكذا. وات؟ والناس بيطلعوني بنظرة غريبة كأنهم ببين زي متحول او شخص مشكوك في امره. يعني انت بنت تحولت لشاب، وبس بدي اتاكد انه صح الموضوع، والناس تطلع عليك زي كانك متحوله، مع انك يعني بنت تحولت لشاب بس الناس تطلع عليها كانها متحوله. غريب، مع انها بنت تحولت لشاب يعني كيف بيشوفوها كانها متحوله؟ صراحه مخي مش قادر يستوعب هاي الشغله. يعني جد صراحه الناس صاير غريبه. الله مش مصدق اللي بحضره. انت حرفيا تحولت، الناس بدها تفكر متحوله. هذه البنت صدقت انه هذا الشاب وعملت لي ماتش، والله طلعت شاب حلو. صح، بس بدي اتحول لبنت عشان اعرف لو بطلع بنت حلوه ولا. اوكي بدي اكمل الجمله. ايش غلط هذا الفيديو؟ خطا خطا. بدي اشوف له وجه تعليقات هجوم صراحه. يعني المفروض انك تصوري في رمضان، انت صايمه، هذا اللي وقفته عليه. البنت تحولت لشاب في رمضان، اوكي بدها تاكل. دائما تصدمينا بافكارك. احلى حلقه. لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات بالرجال من النساء. شكرا شكرا. جد كثير نزلت بالكومنتات عشان الاقي شيء هجوم. ما بعرف، ممكن الناس مش واعيه للموضوع لسه، يعني انه غلط بنت تتحول لشاب كمان. كل شيء تحسه شكلها زي الميوزك فيديو ساعه تامر حسني زمان، شكلها زي هانكوك. ومستغرب انه الناس طلع عليها ما عاد بلبس هيك. طبيعي، فخلوني اشوف اذا البنت جاوبتني. لا ما جاوبتني. كنت بدك تعيشي زي الشباب؟ هي كشتة، ما حد برد عليك، ما حد تبعت المسج، ما حد برد عليك. هي حياتها، هي الحقيقة. ضلك طول حياتك بتدور على بنت تتزوج، ما بتلاقي بنت تتزوج عشان ما بردوا عليك، ما حد برد عليك. الشباب في النهاية بشر وبيعملوا شوبينج كمان، مو؟ معلومة ممكن تفاجئكم، بس الشباب زيهم زي البنات بيضطروا أحيانا يجيبوا كسوة، إشي يتستروا فيه أواعي. منطق منطق صراحة. يعني أنا دائما بروح على المول، ما بشتري أواعي، دائما بروح على المول عشان أشوف أنواع الدرل الجديد الموجودة، عشان أعرف أحفر الحيطان. الآن بجد كل شهرين بتحتاج درل جديد كرجل عشان تعرف تحفر حيطان بيتك. هذه شكلها حلو. كان الزلمة عم بتطلع عليك عشانك عم تتصرف زي كأنك سيريال كيلر. نظرية يعني، واحد لابس طاقية فوقيها طاقية الهاي، شكله غريب ومشيته غريبة، داخل محل أدوات قاعد بخبط على المنشار هيك. بقدر أقتل فيه حدا هاد ولا لا؟ لازم يكون أقوى من هيك لسه. حسيت انه تجربتي فشلت شوية وما قدرت فعليا اعيش حياة الشباب. ممكن عشانك فاهمة حياة الشباب غلط. حياة الشباب مش هيك، ما بنروح على المحل بنشتري درل كل يوم، منشار كل لابسين لبس كتير غريب، ما بنروح نغسل سيارتنا بايدنا كل يوم. هذه الحركة ما بتكلفكم اي شيء لكنها بتشجعني. صراحة بديش اشجع كمان من هذا المحتوى. تخيلوا تبلش ترند، تبلش حركة باليوتيوب، صار كل اليوتيوبرز البنات يتحولوا لشباب. التشبه بالمرأة حرام جد يعني. سكينة التشبه بالنساء حرام ماشي. ختاما رأيي بالفيديو، يعني غالبا سكينة ما كان قصدها تعمل اشي غلط، يعني تظن ما فكرت كتير بالفكرة انه الفكرة اساسها غلط انها تتحول من بنت الى شاب، مثل ما انه لو تتحول من شاب لبنت كمان غلط. هذا كان الفيديو لليوم. love you guys.